السلام عليكم ورحمة الله. كان الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه شيخا كبيرا ذا مال كثير، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ فأنزل الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألك أصحابك أيها النبي أي شيء ينفقون من أموالهم وعلى من ينفقون تقربا إلى الله تعالى. صحيح أن من سأل هذا السؤال هو الصحابي الجليل عمرو بن الجموح، ولكنه سؤال كثيرا ما كان يتردد في قلوب المؤمنين، فجيء بصيغة الجمع يسألونك، فالسؤال هو نصف العلم. وسئل الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: بما حصلت العلم؟ فأجاب: بلسان سأول وقلب عقول. قل لهم أيها النبي: أنفقوا مما تيسر لكم من أصناف المال الحلال الطيب، فالنفقة لا تكون من مال حرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والخير في القرآن الكريم يقصد به غالبا المال، قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. قل ما أنفقتم من خير قل أو كثر، كل على قدر استطاعته. وأولى الناس بالإنفاق هما الوالدان، وذاك من أعظم البر بهما. بالتأكيد نشعر بالسعادة حين ننفق على الوالدين، ولكن هذه السعادة لا تقارن بسعادة الوالدين حين يعلمان أنهما قد أحسنا التربية. وأحسن في الإنفاق وأشرك ولديك حتى يبر بك عندما تكبر. ثم الأقربين وفقا لقربهم، الأقرب فالأقرب، والإنفاق على الأقربين صدقة وصلة. ثم اليتامى الصغار الذين لا كاسب لهم، فوصى الله عز وجل بهم لطفا ورحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ثم المساكين وكل من له حاجة بسد حاجاتهم أو عوزهم. ثم ابن السبيل وهو كل غريب منقطع عن بلده وأهله وماله، فيعان على سفره وإن كان غنيا في بلده. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، فأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. ولكن ماذا عن الآخرين؟ ماذا عن الغارمين والغارمات التي تمتلئ بهم السجون؟ ماذا عن ملايين الشباب الذين لا يجدوا نفقة للتعلم ولا يجدوا نفقة للزواج؟ ماذا عن نشر العلم؟ ماذا عن الدعوة إلى الإسلام بين الجاليات غير المسلمة؟ وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير من كل أنواع الخير من الطاعات والقربات فإن الله به عليم، يحفظه لكم ويجازيكم به أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل لا يظلم أحدا مثقال ذرة. جزاكم الله خيرا. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.